لم تختلف طقوس وعادات استقبال شهر رمضان لأم محمد هذا العام عن سابقه، سوى ارتفاع الأسعار الذي اضطرها إلى شراء السلع الغذائية الأساسية فقط من سوق العطارين بأيمن الموصل لسد احتياجات مطبخها في شهر رمضان. إيه ذاك رمضان طبعاً إيه كان يعني الحركة قليلة بالسوق، بس الأسعار مليحة، يعني تطيق نشتري كيلو، ما كيلو زي كيلو وين. إيه بس هسه يعني ماكو، بدل ما نشتغل كيلو نشتغل نص كيلو، يعني ماكو مادة، ماكو سيولة، ماكو. ورغم اكتظاظ أسواق الموصل بالمتبضعين، إلا أن البهجة المعتادة لشهر رمضان لم تكن على حالها هذا العام بسبب ارتفاع أسعار أغلب السلع بسبب أزمة سعر صرف الدينار والحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين من ذوي الدخل المحدود. هذيك السنة تعرف ما كانت هاي المشاكل اللي مال النقل ومال هاي مال أوكرانيا وما أوكرانيا، تعرف كلها شغلات اقتصادية أثرت القدرة الشرائية ما هالقد عند المواطن. فيعني كان قبل مثلا نشتري له كيلو قيسي، أسعى يشتري نص كيلو. وفاقت نسبة ارتفاع الأسعار خلال يومين فقط 25% عما كانت عليه. الحكومة المحلية سيرت فرقا جوالة من شعبة الرقابة التجارية ولجان الأمن الاقتصادي بهدف الحد من ظاهرتي الاحتكار والتلاعب بالأسعار أسفرت عن اعتقال عدد من التجار حسب أعلانها. احنا عندنا لجان دائمة يعني متواجدة بالأسواق، وأيضا عندنا تنسيق مع وزارة التجارة، وأعتقد وزارة التجارة أطلقت حصة وراح تطلق الحصة الأخرى. ويرى اقتصاديون أن إطلاق السلة الغذائية قبيل شهر رمضان أمر قد يسهم في تغيير المعادلة نحو شريحة ذوي الدخل المحدود والسيطرة على السوق. يستقبل الموصليون رمضان هذا العام مع وجود أزمة اقتصادية متشعبة، وهم بانتظار تشريع قوانين مالية تسهم في حماية المستهلك من الغلاء والاحتكار. أيتم أحمد الحرة، الموصل.